أول شيء الوزير جبران مثل ما شفنا اعتاد إنه يكذب على الناس، يعني منضلنا نكذب 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 على الناس تحت حجة إنه ممكن يصدقونا بلحظة من اللحظات. هلا الشيء المحزن إنه اليوم عم يستخدم منبر بكركي لحتى يكذب فيه على الناس. كلياتنا نحن بنعرف مين اللي كان عم يتمسك دائما بمسار التعطيل بهالدولة اللبنانية، ونحن فندنا قبل مش واقعة وحدة، فندنا وقائع عديدة تم ممارستها من خلال العهد مع كل رؤساء الحكومات السابقين، وشفنا كمان تجربة أساسية لما كان هناك رئيس حكومة حليف للتيار الوطني الحر موجود بقلب هاي الحكومة. أنا بدي أقول لك أهم مواصفات الرئيس القادم إنه ما يكون عنده جبران باسيل، صدقيني وكل الأمور بتمشي. كيف يعني ما يكون عنده جبران باسيل؟ هو كتلة موجودة بالمجلس النيابي لابد من أنه تتمثل بأي حكومة ممكن أنها تتشكل، ما بنقدر نتخطى وجودهم التمثيلي، وهو حكي عن التمثيل أنه إذا ما في تمثيل نيابي لشو الديمقراطية موجودة. خليني أقول لك شغلي، إذا نحن اليوم بدنا نرجع نربط أنه رئيس الجمهورية لازم يجي لأنه عنده كتلة كبيرة، فأنا كني عم بيجي أقول لللبنانيين المشهدية اللي صارت سابقاً نحن عم نرجع نكرر لكم إياها هي ذاتها. أنت بتعرفي تماماً شو كان موقفنا بال 2016 بكركي قالت أنا عندي أربع أسماء أساسيين أقوياء بدنا نروح نختار منهم. شو صار بعدها؟ صار اتفاق مع عرب، يعني نحن رحنا أيدنا التوجه الديني عند المسيحيين وأيدنا التوجه الشعبي من خلال اتفاق مع عرب. طب أنا بدي أسألك شو كانت النتيجة؟ نحن ما رحنا معنا هذا الخيار، شو كانت النتيجة؟ هن ما التزموا بالتمثيل الشعبي سنيا بموضوع رئاسة الحكومة والتكليف، هيدي أكيد ما حدا بينكرها. صحيح، بس خلينا نركز على نقطة أساسية، إنه نحن لما مشينا بنفس النقاط اللي عم يذكرها الوزير جبران باسيل اليوم، أنا عم أقول لك النتيجة بالبلد شو؟ لما رحنا انتخبنا الرئيس ميشيل عون، البلد راح لوين؟ اليوم مين بيتحمل مسؤولية كل شيء عم يعيشه المواطن اللبناني؟ مين بيتحملهم؟ طيب هل بتعتبر انه عم بتقول انه اي رئيس ما لازم يكون في حده جبران باسيل لحتى ينجح، هل بتعتبر انه فشل؟ انا مش عم بحكي عن جبران بالشخصي، انا عم بحكي عن جبران كنهج باسيلي كاسلوب اتبعه مع كل الافرقاء مع كل المؤسسات، هي المشكلة، احنا ما عندنا مشكلة معه عم نحكي عن شخصه. نعم، وصلت الرسالة، ولكن سؤالي هل برأيك الوزير جبران باسيل هو من يتحمل فشل هذا العهد؟ أكيد هو اللي بيتحمل، كلياتنا شفنا إنه التأثير الأساسي على كل القرارات بالعهد هي عند الوزير جبران باسيل، وبخبرك شغلة يعني أكثر من رئيس حكومة كان لما يطلع يحمل تشكيلته ويطلع عند الرئيس يقول له بدك تشوف جبران، صح؟ هيدي امتى كانت تصير بالدستور اللبناني؟ هلا هيدي خطوه دستوريه، هيك قال له الدستور لرئيس الجمهوريه يعمل. فكرمال هيك نحن كلياتنا كمواطنين لبنانيين، مش انا بس، اي مواطن لبناني اليوم تسالي بيقول لك انه رئيس الجمهوريه قراره او مصدر قراره دائما بيكون نابع من إرادة الوزير جبران باسيل. طيب صوب شوي بكلامه على حتى حليفه حزب الله لما قال انه كمان هن اللي وصلوه وهن عارفين طلبنا منهم ضمانات وحتى ما استمعوا لنا وصلوا لسدة الرئاسة. هل برأيك أيضا يعني الثنائي الشيعي يقف إلى جانب الرئيس نجيب ميقاتي ضد الوزير جبران باسيل وهن اللي وصلوا فعليا هن اللي وصلوا الرئيس نجيب ميقاتي وأصروا إلى إيصاله؟ خليني أحكي خارج إطار الثنائي الشيعي، أنا بدي أحكي عن الرئيس نبيه بري. نحن بالنسبة لإلنا الرئيس نبيه بري بكل المحطات اللي كنا نحن عم نروح فيها على تشكيل حكومات كان شخص متعاون وكان عنده نظرة وطنية للأمور. كان بيعرف أنه لبنان ما بيلعب بتوازناته ولبنان ما فيك تفرضي أنت إرادتك على شريكك الآخر. كل فريق ضمن هالدولة وهالمنظومة اللبنانية إله كيانه وإله وجوده. اليوم لما الرئيس بري بيشوف أنه النواب السنة
وللأسف هلأ عم نحكي هيك يعني. أنا كنت بتمنى أنه ما كون اليوم عم بحكي بهذا الخطاب، بس اليوم في فريق هو عم يقلك أنه أنت مجبورة تحكي بخطاب ما بدك إياه. ثم يشوف الفريق الشيعي، وهون بخصص وعم بحكي على حركة أمل والرئيس نبيه بري، بيشوف أنه النواب السنة والمرجعية الطائفية للسنة، هون عم نحكي عن دار الإفتاء، عندهم توجه بأيده من خلاله الرئيس نجيب ميقاتي، طبيعي رح يوقف معه. طبيعي ما حيعمل مثل ما عمل الوزير جبران باسيل. طبيعي مش حيعمل مثل ما عمل الفريق المسيحي كله. انت بتعرفي انه احنا رحنا انتخبنا رئيس حكومة كتلتين مسيحيتين كبار ما صوتوا، مش بس ما صوتوا له، ما صوتوا لأي مرشح سنة بمليون وثلاثمائة ألف، مليون وثلاثمائة ألف سنة بلبنان ما صوتوا لواحد منهم. هلأ هيدا التصرف، هيدا التصرف بيدل على انه هون في اشخاص بيقدروا يتحملوا موقع المسؤوليه.